الكاتب الصحفي الدكتور خالد الهميل. أهلا بك دكتور خالد معنا في هذه التغطية. بداية دكتور خالد، يعني كما سمعت قبل قليل أستاذ فارس كان يتحدث عن وسيلتين CNN والسكاي نيوز وتأثيرها أيضا على المجتمع الأمريكي، ولكن تحدث في نقطة مهمة، المنصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر. هذه المنصة استخدمها الرئيس الأمريكي خلال فترة ولايته، برأيك هل ربما تكون هذه المنصة تكون لصالحه؟ الحقيقة الرئيس الأمريكي واجه ما يشبه الحرب المبرمجة إعلاميا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما فيها المنصات التواصل الاجتماعي المحسوبة على الديمقراطيين. كل الصحف والتلفزة في معظمها تشن حربا مقننة ومبرمجة ضد الرئيس الأمريكي منذ الانتخابات إلى أن تولى رئاسة الحكم خلال الأربع سنوات. ومع ذلك من موقعه في تويتر استطاع أن يوصل رسالته وأن يحجم هذه الوسائل الفتاكة الحقيقة زي CNN وغيرها، لكن استطاع أن تصل رسالته إلى الشعب الأمريكي وأن يضع له موقعا مهما وأن يدحض كثير من الأكاذيب التي شنتها عليه وسائل الإعلام تزويرا وتلفيقا وتدليسا وبعض الحقيقة. الحقيقة الرجل تعرض إلى حرب إعلامية ونفسية للإطاحة به قبل حتى نهاية ولايته. ساعد على ذلك الديمقراطيين في مجلس النواب حتى وصلوا إلى محاكمته وعزله. هذه الأمور كلها فشلت، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب يستطيع أن يصل إلى المبتغى، وأعتقد ضمن المعطيات المسارات اللي نراها والمفاجآت واردة أن يفوز بالانتخابات. طب دكتور خالد، هل هناك ما يخشاه ترامب في هذه الانتخابات أيضا أو خلال الساعات القادمة؟ كل شيء وارد في هذه، لأن الديمقراطيين شنوا حملات ومبرمجة ومعهم دول زي الصين وروسيا إلى حد ما، جميع الدول الكبرى أوروبا كاملا من فرنسا إلى ألمانيا إلى كل الدول الأوروبية كلها لا تحبذ عودة الرئيس إلى مرحلة ثانية أو ولاية ثانية، كلها ضد الرئيس ترامب بشكل رسمي أو غير رسمي. وهذا الرجل استطاع بشخصيته بفرادة سياسته أن يحجم كل هذه الأمور، لأنه وضع أمام سياسة واحدة: أمريكا أولا، تخفيف الحروب، محاربة الإرهاب، استطاع أن يدعو إلى تخفيض الجمارك، استطاع أن ينتعش الاقتصاد في عهده، حتى مع كورونا انتعش الاقتصاد الأمريكي من جديد. دكتور خالد، يعني اليوم يقلل الرئيس ترامب من تلك الاستطلاعات، استطلاعات الرأي بالتأكيد، ويعدها خادعة للناخب الأمريكي، ما رأيك؟ هو بناء على التجربة السابقة في انتخابات، عندما خاض الانتخابات في المرحلة الأولى فعلا معه حق، جميع استطلاعات الرأي وجميع وسائل التواصل الاجتماعي أجمعت على أن هيلاري هي الفائزة، حتى يقال أنه حزمت حقائبها لتتجه للبيت الأبيض. ولكن عندما رجعوا إلى المجمع الانتخابي والذي تكون من 530 عضوا وهو اللي يحدد الرئيس الفائز، ومن يحصل على 270 صوت هو الرئيس الذي تم فوزه، سقطت ولم تستطع أن تحصل على 270 صوت. ومن هذا المنطلق استطلاعات الرأي، خاصة استطلاعات الرأي ومن يقوم بها هم موالين الحزب الديمقراطي. وهنا العلة، أنه نادر أن تجد وسائل أو استطلاعات رأي محايدة إلى حد ما، هناك استطلاعات رأي تشير إلى تقارب بين بايدن وترامب، لكن معظم استطلاعات الرأي منحازة بشكل واضح إلى ترامب ولا يوثق بها. والتجربة السابقة عندما خاض ترامب الانتخابات الأولى لبناية الأولى كانت جميع المؤشرات هو فوز هيلاري. طب دكتور خالد، يعني أيضا الديمقراطيون ربما لديهم، يعني في الداخل الديمقراطي هذا لديهم توتر كما صرح البعض، ولكن لديهم ارتياح في تقدم بايدن، على ماذا يراهنون؟ هم يراهنون على أولا وسائل كل الإعلام واستطاعات الرأي تؤكد أنه بايدن هو الفائز، هذه واحد. اثنين، هناك ضخ إعلامي كبير لدعايتهم الانتخابية. ثلاثة، هناك
محددات، ثلاث ولايات من فاز بها هو سيفوز، منها بنسلفانيا ومنها فلوريدا ومنها أوهايو. من فاز بالأكثرية في هذه الولايات الثلاث سيحسم الانتخابات لصالحه، وهذا لحد الآن غير معلوم. يعني بنسلفانيا هي نقطة الانطلاق، ما في شك أنها هي إلى جانب، كثير يتكلمون عن بنسلفانيا، هي إلى جانب فلوريدا وأوهايو هي حاسمة. لكن في نقطة، جميع الشعب الأمريكي البسطاء واللاتينيين كلهم يحبذون ترامب. لماذا اللاتينيين؟ لماذا؟ هم المهاجرين من فنزويلا ومن كوبا، وكانوا في دول اشتراكية. والدول الاشتراكية هي نفس تقريبا سياسة الحزب الديمقراطي، اشتراكي ويساري ومن هذا القبيل. فهم يحبذون ترامب لأنه غير ذلك، لا اشتراكي ولا يساري، رجل يميل لليمين ولكن بوسط إلى حد ما. طيب، الناخب الأمريكي الآن دكتور خالد، يعني هل تغير عن السابق؟ ربما ذلك بسبب أزمة كورونا. هذه الانتخابات الأمريكية هي أخطر انتخابات أمريكية مرت على عهود السابقة، انتخابات خطرة جدا. لماذا؟ لأن الشعب الأمريكي شبه منقسم، واليسار يحشد مؤيدين وعندهم ميليشيات، وهذا وضع خطر جدا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم أيضا. أي خضة أو هروب أهلية لا سمح الله في أمريكا سينعكس بالسوء على العالم العربي والإسلامي والدولي، ونرجو أن لا يحصل هذا. ما في شك أن الانتخابات الأمريكية تعيش في وضع انقسام، الشعب الأمريكي يعيش في وضع انقسام بين مؤيد لترامب ومؤيد لوجن، كل منهما لديه مؤيدين وبعضهم متطرف، وهنا هي الخطورة. دكتور خالد، يعني قبل قليل كان هناك تقرير وكان هناك حديث عن الرئيس المفضل لدى أسواق الطاقة العالمية، وتحدث أيضا زميل محمد سعد عن أهمية الطاقة العالمية. برأيك من هو الرئيس المفضل لدى أسواق الطاقة العالمية؟ الرئيس الأمريكي ترامب نعرف أنه انسحب من اتفاقية ومعاهدة المناخ في باريس، وهو حريص على الثروة البترولية وحماية الشركات الأمريكية من البترول، وهذه قوة تحسب له أنه يحافظ على شركات البترول التي تنتج البترول الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. وتدخله عندما صارت الأزمة بين الأوبك بلس حول الإنتاج وضخ الإنتاج حتى يحمي شركات البترول الأمريكية من الخسائر، لأنه يكلف بعكس إنتاج البترول في المناطق الأخرى في الدول العالم. الرئيس الأمريكي حريص على الطاقة والنظيفة، لا جدال فيك، لكن بايدن يتخذ من هذا الكلام شعارات انتخابية لا أقل ولا أكثر. الرئيس ترامب يؤيد الطاقة النظيفة، وكل دول بما فيهم المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات جبارة في الطاقة النظيفة، لكن هذا لا يعني ألا نهتم بالثروة البترولية والطاقة البترولية والغازية في العالم كله بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية. إنما أراد ترامب، لأن ترامب يستند على قوة شركات البترول وعلى شركات الصناعة الحربية، فهو يحاول أن يسحب البساط عن شعارات الطاقة. يعني كأنه بايدن يلعب أيضا على وتر هذه سوق الطاقة العالمية وعلى الطاقة النظيفة، وأيضا ربما حتى بايدن لعب على وتر أزمة كورونا. تتوقع سينجح للوصول إلى هذه الرئاسة عندما لعب في هذا القسمين بالذات؟ كما قلنا في البداية، هذه الانتخابات أصعب انتخابات تمر على الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، منذ روزفلت أعتقد إلى حتى اللحظة دي. وهناك تعب بأهل المجتمع الأمريكي لدرجة الانقسام، وهنا خطورة. إن فاز بايدن خطورة، وإن فاز ترامب أيضا خطورة. وأعتقد أنه الولايات اللي تحدثنا عنها قبل قليل، أوهايو وفلوريدا وبنسلفانيا، إذا حصل عليها ترامب فهو فائز لا محالة. لكن لو استخدام الانتخابات بالبريد، أعتقد هذا سيعطل نتائج ومشكوك فيها، وسيعترض عليها الرئيس ترامب، وهذه قد تحسم بطريقتين، يا أما بالمحكمة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، أو بالمجلس الانتخابي اللي يتكون من 35 عضوا. فأعتقد يعني مثلا عندما اختلف بوش الابن مع منافسه
واتجهت إلى المحكمة الكبرى. المجمع الانتخابي حسم الموضوع بفوز بوش الابن. لماذا؟ لأن المحكمة كانت ستطيل المشاكل والحكم سيطول الحكم إصدار الحكم. نعم. وهذا قد يؤثر على سلامة ووحدة الشعب الأمريكي. نعم. الكاتب الصحفي الدكتور خالد الهميل، شكرا جزيلا لك دكتور خالد على هذا التوضيح وعلى هذا الوقت التي جلست معنا خلال هذه الساعة خلال هذه التغطية. العفو.